السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رح نبدأ نرسم يا أحباب كوخ أو منزل بطريقة سهلة. رح نستخدم طبعا إيدينا أو نستعين في إيدينا أو الإيد علشان نقدر نرسم هاي الرسمة، كمان بسهل عليكم الأمر أكثر. فاللي حاب يتعلم الرسم يا أحباب تابع الرسم البداية للنهاية، إن شاء الله تكون سهلة وبسيطة. وحاولوا يا أخوتي ترسموا هاي الرسومات، إن شاء الله مع الوقت تستفيدوا. نرجع نذكر الأحباب، الورق اللي أمامكم هو ورق طباعة، القلم اللي أمامكم هو قلم خط عربي علشان نبدأ نخطط فيه. إذا مو متوفر عندك استخدم قلم رصاص، واستخدم كمان محاية علشان تقدر إذا صار عندك أخطاء تقدر تصلحها. ملاحظين حاولوا تركزوا فيه، عندنا الخطوط راح تكون فيه خطوط عمودية يا أحباب بشكل مستقيم، وراح تكون خطوط عرضية كمان بشكل مستقيم. فبتمنى من الجميع يا أحباب اللي حبنا وحب محتوانا يدعمنا على هاي القناة ويعمل اشتراك علشان يا أحباب ندعم القناة ونستمر في تعليم الرسم. كمان بإمكانكم تفعلوا زر التنبيه علشان يوصلكم إشعارات بالمقاطع اللي حملها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.